طيب، احنا كنا عشنا مع السي او دي، عشنا مع البنكر. 90% من الأسئلة بتيجي في الاتنين دول، 70% منهم في السي او بي دي، والكومبليكيشن بتاعت السي او بي دي اللي هي مينلي البرونكوجينيك كارسينوم. يجيب لك عيان هيفي سموكر، لونج تايم هيفي سموكر، وبعدين كان بدأ تشينج في الكاركتر اوف ذا كاف، بعد كده بدأ يعمل ايه، يبقى في برودكشن اوف هيموبسيس، ده التيبيكال هيستوري، مع الايه البروجريسيف لوس اوف ويت، ممكن يلفت نظرك بالكلابينج او ممكن ما يقولش. انما ايه الكومبليكيشن بتاعت الهيفي سموكر السي او بي دي، او اللونج تيرم سموكينج سي او بي دي، البرونكوجينيك كارسينوم، او البرونكيال ازمه بتيجي في الاطفال اكتر. تمام، يعني اسئلتها بتيجي في الاطفال اكتر، ممكن تيجي معانا ام اس كيو. طيب، في عنوان مهم كده ناخد بالنا منه اسمه سبيوراتيف لانج ديزيز. السبيوراتيف لانج ديزيز ده عيان بيجي لك في كرونيك برودكتيف كف، يوجوالي بيبقى السبيوتم كالرد يلوش أو جريش، معاه المانيفستيشن كرونيك توكسيميا. طيب، سبيراتيف لانج ديزيز يعني كرونيك برودكتيف كف، ده بيحصل بسبب سبيوريشن in the lung. يعني ايه suppuration؟ يعني pus inside cavity. جميل، او ممكن نوسع التعريف شوية نقول infection inside cavitary او cystic lesion. chronic suppurative lung disease لما يجي يسألك ده سؤال، ده بيجي سؤال في الشفوي أو يبقى العنوان الكبير بتاع كيس، زي نمرة واحد lung abscess، نمرة اثنين البرونكياكتسس، نمرة ثلاثة الإمبايم ومعاها برونكو بلورال فيستيولا. دي بنقول عليها الايه السابيوراتيف لانج ديزيز. يعني لو جات لك مساله في الامتحان اللانج ابسس، هيجي لك عيان فيفر وتوكسيميا وفي لونج تيرم برودكتيف كاف كالرد سبيوتم، زي ما هنشرح اللانج الابسس، فيتد اودر اللي هو الباد اودر، ومعاها سيمتومز بتاع التوكسينيا، لوس اوف ويت، لوس ابيتايت، بيبقى فيه كلابنج. تمام، يبقى على طول تفكر في الايه، وهيقول لك الشيست اكس راي فيها مثلا اير فلويد ليفل، يعني يبقى انت بتتكلم على اللانج ابسس. لما تيجي تتكلم بقى في الديفرنشال دايجنوزس بتاع اللانج ابسس، زي ما هتقول النمونيا كديفرنشال دايجنوز انفكشن، ما تنساش ان اللنج ابسس ده جزء من حاجه اسمها سابيوراتيف لنج ديزيز، اللي هي البرونكياكسس والامبايما والبرونكو بلورال فيستولا. انا بقول لك ليه كلمتين دول، عشان احنا دلوقتي هنكمل الاوبستراكتيف لنج ديزيز. obstructive lung disease اللي هي chronic obstructive pulmonary disease والبرونكيال ازم، وعنوان البرونكياكسز والسيستيك فايبروز. الله، يعني البرونكياكسز بيجمع ما بين حاجتين، الاوبستراكشن
وفي الاخر يعمل لي السابيوريشن، سابيوريتيف لانج ديز، ايوه، اوبستراكشن، تمام، ويز انفكشن، ريكارنت اوبستراكشن ويز انفكشن في البرونكيال تري يديك ابنورمال permanent dilatation of the bronchial walls. Abnormal permanent dilatation of the bronchial بسبب obstruction. والobstruction يحصل distal to the site of obstruction، يحصل stasis للsecretion، فيحصل عليه super added infection، يعمل destruction للwall of the bronchi and bronchiole، يدينا الـ permanent dilatation. ده معناه ايه؟ معناه ان الـ bronchiaxis، الـ bronchiectatic changes، الـ changes للـ dilatation في الـ bronchial wall، ممكن يبقى الـ dilatation ده حاجات hereditary او congenital، ممكن يبقى ايه؟ يبقى acquired. اي حاجه في الاكوايرد تعمل لي ريكارنت اوبستراكشن وذ انفكشن، زي البروتوتايب او البيست اكزامبل كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. عشان كده قلنا في الكومبليكيشن بتاعت الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، زي ما قلنا البالمونري هايبرتنشن والكور بالمونال ودايليتد رايت سايد ودايليتد وهارت فيلير رايت سايد هارت فيلير، قلنا ريكرنت انفكشن مع اوبستراكشن، اسف، ريكرنت اوبستراكشن او اوبستراكشن تو بي فولود باي انفكشن يعمل لنا الايه؟ البرونكايكسس. عشان كده برونكايكسس مش بس العيان اللي تلاقي عنده في الشيست اكس راي او الاتش ار سي تي الهاي ريزوليوشن سي تي تشيست اللي احنا بنقول عليه سي تي تشيست وسكونتراست، بس بتاخد ثين كاتس زي ما هنقول دلوقتي، لما تلاقي فيها البيكتشر بتاعت البرونكايكسز، ده مش معناها ان العيان عنده الهيريديتري او الكونجنتال زي ما كنا بنفكر، لا، ده ممكن يبقى العيان سمبلي كومبليكيشن للكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. ده معناه ايه برضو؟ معناها ان انت عيان كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز وانت بتسمع سيدرو، مش لازم تسمع الويزس بس، تمام؟ لا، ممكن تسمع الايه؟ الكريبيتيشن. خد بالك ان عيان البرونك الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز في الاوسكالتيشن بيبقى عنده كريبيتيشن او الريلز، بس بتقل او بتختفي بالكف، لان دي عباره عن ايه؟ عن ستيزس للايه؟ للسكريشن. انما عيان الكرونيك البرونكايكسز عشان الريكرنت infection بيعمل inflammation and destruction to surrounding alveoli، بيبقى معاه زي ما في ريلز او crepitation، بيبقى فيه الايه؟ ال picture of interstitial lung disease. الله، يعني ايه؟ يعني عيان البرونكايكسس ده بتلاقيه بيجمع لك ما بين ثلاث حاجات. اول حاجه بيبدا البيشنت كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، بيبقى كومبليكيتد برونكايكسس، فتلاقي عنده سكريشن، ماشي، سكريشن في الاول في مرحله الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز تختفي بالكف، ماشي، عشان دي عباره عن ستيزس. طيب لما تدخل في البرونكايكسس، كل ما تقرب من البرونكايكسس واللنج فايبروزس، السكريشنز ما بتختفيش مع الكف، just decreasing، بتقل. لما توصل للفايبروزس بيبقى لها ايه؟ بيبقى لها بيكتشر ثانيه اللي احنا بنقول عليها consonating crepitation او leathery like crepitation. طيب يعني عيان البرونكايكسس هلاقي في الاوسكالتيشن بتاعه البيكتشر بتاعت الاوبستراكتيف لانج ديزيز الكرونيك اوبستراكتيف، الاقي ويزز، يس، هتلاقي ويزز، وهتلاقي الكريبيتيشن، ايوه، ممكن تلاقي الكريبيتيشن اللي هي جاست الديكريزنج باي كاف، او بيبقى الكاركتر اوف كريبيتيشن اللي هو الليذري لايك كريبيتيشن او الكونسونيتنج اللي احنا بنقول عليها، لما تسمع اكنك بالظبط بتفرقع حته جلد، بتفردها حته جلد مكرمشه تفردها، فتبدا تدي صوت الايه؟
الفرقعه، تمام، اللي بنقول عليها الكونسونيتنج كريبيتيشن، دي سبيسيفيك لللنج فايبروز. نقول تاني البرونكيكسز عباره عن ابنورمال، وعشان الدستراكشن للالفيولاي بيبقى اي انفلاماتوري بروسيس بتبقى ريبليسد باي فايبرس تيشو، فبيبقى الدستراكشن بيرمننت والدايليشن بيبقى ايه بيرمننت للايه للبرونكيال وول، وبعد كده يدخل البيشنت على انترستيشيال لانج ديزيز افكشن للايه للالفيولاي. تمام، يبقى ده الديفينيشن بتاع البرونكيكسز: ابنورمال بيرمننت دايليتيشن اوف ذا برونكيال وول ديو تو recurrent في الacquired form recurrent inflammation and obstruction recurrent inflammation and a and obstruction due to recurrent inflammation and a and obstruction. جميل، فاحنا كده بنقول ان البرونكايكسز اما في حاجات congenital أو حاجات acquired. الكونجينيتال ما تنساش السيستيك فايبروزس اللي هنشرحها كمان شوية تديني picture of bronchiectasis. تمام، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، في اليالو نيل سندروم. اليالو نيل سندروم ده عيان بيبقى عنده برونكايكسس وبيبقى عنده يلوش ديسكالريشن في النيل الهاند والفوت، وبقى فيه ديستراكشن للنيل اند نيل بيد. تمام، وبقى معاه لور لمب إديما. ما يعني التفاصيل دي مش علينا، اهم حاجه في الكونجينيتال اعرف السيستيك فايبروزس الاسم بس. يالو نيل سندروم لو نسيته مش مشكله، بس المهم ما تنساش السيستيك فايبروز. وفي سندروم اسمه كارتاجنر سندروم. كارتاجنر سندروم ده عباره عن برونكايكسز وساينوسايتس وسايتس انفيرسس. بيبقى الايه الليفت في الرايت والرايت في الليفت، بيبقى شيفتنج للسبلين في الرايت والليفر في الليفت، ويبقى معاه كمان الايه الوسايتس انفيرسس توتاليس، بيبقى كمان الهارت بيبقى شيفتد، الايبكس بيبقى ايه بيبقى على الرايت سايد بدل ما يبقى على الايه على الليفت سايد. ما تنساش السيستيك فايبروزس ده هنقوله دلوقتي. اليالو نيل سندروم كاسم، الكارتاجنر سندروم ثلاث حاجات: برونكيكسز، ساينوسايتس، سايتس انفيرسس تنس. الموضوع كله سواء كان في السيستيك فايبروزس او الكارتاجنر او اليالو نيل البرونكايكسس بتحصل نتيجه ايه ريكارنت انفكشن. الانفكشن يعني ستيزس للسكريشن. ايه اللي بيمشي السكريشن؟ السيليا. فالموضوع كله بيبقى عباره عن ايه ابنورمال سيلياري موفمنت اللي بيتقال عليها سيلياري ديسكاينيزيا. بيتقال عليها سيلياري ايه؟ سيلياري ديسكاينيزيا. طيب الاكوايرد بيحصل زي ما قلنا as a complication of chronic obstructive pulmonary disease، ده الكومن. في حاجات تانية أيوة. اي recurrent infection نمرة ثلاثة، الانفلاماتوري كونديشن اللي بتعمل ديستراكشن للالفي للبرونكيال تري زي الاوتو اميون، الاوتو اميون ديزيز. تمام، يبقى اي باثولوجي يديني الحاجتين الانفكشن مع الايه مع الاوبستراكشن زي ال recurrent infection سواء كان في العيان immune competent أو immune compromised. الimmune compromised ماشي معروف، إنما الimmune competent لو ما حصلش good treatment للإيه للinfection. طيب الأوتو immune disease زي systemic lupus و rheumatoid arthritis، العيانين دول بيبقى معاهم
pulmonary manifestation. Pulmonary manifestation بسبب الانفلاماتوري ديستراكشن اللي بتحصل في البرونكيال تري واللي بتحصل في الالفيولار ايه الالفيولار وول. في البرونكيال تري تدينا ستيزس اوف سكريشن فتدينا الايه الانفكشن، تدينا الانفكشن. ده انا هقول لك لو عيان عنده يعني مثلا الكولاجين، الكولاجين سبيشالي الفاسكولايتس، الفاسكولايتس بتعمل بسبب الريكورنت انفلاميشن بتعمل ستينوزس في البرونكيال تري سواء كانت السمول اير واي او اللارج اير واي، تمام، اب تو انها ممكن تعمل لارينجيال ستينوزس، ممكن تدخل العيان في الايه في الاسترايبر. فالانكا فاسكولايتس او اي فورم اوف فاسكولايتس مع الاوبستراكشن اللي بيحصل والستيزس اوف سكريشن يدخل لنا العيان في الايه في البرونكياكسس، دخلنا في العيان برونكياكسس اللي هو البيرمننت دايلاتيشن للايه للبرونكيال البرونكيال. وده بيحصل بسبب اوبستراكشن اند انفلاميشن، والانفلاميشن بيبقى اون توب اوف ستيزس اوف سكريشن. ستيزس اوف سكريشن بيحصل في الكونجينيتال كوزز او الهيريديتري كوزز اوف برونكياكسس بسبب السيلياري ابنورمال سيلياري موفمنت او السيلياري ديسكينيز. تمام. طيب العيان بيجي لنا بايه؟ العيان بيجي لنا زي ما قلنا من شويه بكرونيك برودكتيف كاف، كرونيك برودكتيف كاف. بس خد بالك ان السكريشن ستاتيك مركونه في الايه في الابنورمال بيرمننت دايلاتيشن اللي احنا قلنا من شويه ان هو زي الايه سيستيك تشينجز او سيستيك بيكتشر اللي موجوده في برونكيال تري. اي ستاتيك فلويد بيدي باد اللي انت بتقراها فيه تدودر. يبقى انت العيان هيبقى عنده كرونيك برودكتيف كاف ولارج اماونت وفيتد اودر باد اودر وذ سبيسيفيك بوزيشن. خد بالك دي الكاركتر بتاعت الكاف بتاعت العيانين اللي عندهم ايه اللي هم السابيراتيف لانج ديزيز. يبقى السابيراتيف لانج ديزيز كرونيك برودكتيف كاف لارج اماونت باد اودر او فيكت اودر انكريز ان سبيسيفيك بوزيشن. فعيانين البرونكياكسس لان دايما البرونكياكتيتك تشينجز بتبقى في البيز اوف ذا لانج وفيري رير ان البرونكياكتيتك تشينجز بتبقى في الايبكس اوف ذا لانج، كومن بتبقى في اللور لوبس او البيز اوف ذا لانج. فسبيسيفيك بوزيشن لينينج فورورد. ودي تبقى ايه مفتاح مساله لو جت مساله. يبقى دي كرونيك بروتكتيف كاف لارج اماونت باد اودر ويز سبيسيفيك بوزيشن. هنقول نفس الكلام في الابسس رايت لانج او ليفت لانج. كرونيك بروتكتيف كاف لارج اماونت فيتد اودر سبيسيفيك بوزيشن. هنقوله في البرونكو في الامبايما كومبليكيتد باي برونكو بلورال فيستولا كرونيك بروتكتيف كاف لارج اماونت فيتد اودر specific position increases no specific position. طيب بقى دي نمرة واحد الكاف. نمرة اتنين ده chronic lung disease فأكيد هتلاقي العيان عنده shortness of breath اللي هي الديزني وده عبارة عن cavity. لو في أي blood vessel حصل له injury أو infiltration by the cavity أو invasion by the cavity هيديك العيان hemopsis. بس خد بالك مش كل العيانين بيجوا بهيموبسيس انما كل العيانين بيجوا لنا بالكرونيك برودكتيف لارج اماونت فيت اودر سبيسيفيك بوزيشن. يبقى دي بنقول عليها في الهيستوري لما بناخد هيستوري من العيان بنقول الداتا دي بتاعت الكف سترونج بوزيتيف سترونج بوزيتيف داتا. الهيموبسيس بنقول عليها ويك بوزيتيف. ده معناها ان انا اركنها؟ لا مش اركنها. معناها ان لو اتقالت في الهيستوري هتسبورت الدايجنوزس ده لو اتقالت بالبوزيتيف. طيب لو اتقالت بالنيجاتيف ان العيان ما عندوش هيموبسيس نوت اكسكلود الدايجنوز. انما لو ما قلتش الكرونيك برودكتيف كاف يبقى في حاجه غلط في الموضوع.
لان دي سترونج بوزيتيف، دي من غيرها ما اعرفش اوجه نفسي ناحيه الايه، ناحيه التشخيص بتاعي، ناحيه التشخيص بتاعي. تمام. طيب هو الموضوع عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ history. العيان بيفتح لك التفكير بتاعك بالإيه؟ بالهيستوري، الوصف بتاع الكف وز أو زاوت ديزني وز أو زاوت shortness of إيه؟ of breath. طيب تعمل examination، هتسمع نفس الكلام اللي احنا قلناه من شوية في chronic obstructive pulmonary disease. هتطلع تسمع wheezes، هتسمع الكريبيتيشن especially في اللور لوبس او في البيز اوف ذا لنج. تمام. ولو العيان بدا يبقى في كومبليكيشن على الهارت اللي هو ده كرونيك لنج ديزيز، هيبقى في سكندري بالمونري هايبرتنشن، يبقى هتسمع اكسنتويتد بالمونري كومبوننت اند اس 4، اكسنتويتد بالمونري كومبوننت اند ايه اند اس 4. طيب الكومبليكيشن بتاعت السابيوراتيف لنج ديزيز، وهنعيدها كمان في اللنج ابسس، نمره واحد لور لمب ايديم. الله، العيانين يعني انت ممكن تلاقي عين برونكيتس في الامتحان، او عيان لو لا قدر الله جابوا لك مثلا لنج ابسس كرونيك لنج ابسس، تلاقي عنده لور لمب ايديم، هيقول لك ايه اسباب اللور لمب ايديم في السابيوراتيف لنج ديزيز، لان دي الموست كومن كومبليكيشن، ان انت تلاقي العيان عنده لور لمب ايديم. نمره واحد العيان بالمونري هايبرتنشن، كور بالمونال ومعاه رايت سايدد فيلير، يديك اللور لمب ايديم. نمره اثنين الهايبو بروتينيميا. ليه؟ ان العيان ده كرونيك برودكتيف كف، والسبيوتم اللي بيطلع ده عباره عن بروتين، لما يقل البروتين يقل الانكوتيك بريشر، فيدينا لور لمب ايديم. نمره ثلاثه ودي مهمه جدا، خد بالك ان اي كرونيك انفلاماتوري كونديشن سواء كان برونكاكسس او لونج ابسس او برونكو بلورال او امبايما ويز او ويزاوت برونكو بلورال فيستولا او كولاجين ديزيز روماتويد ارثرايتس او تي بي نوت تريتد، او نقول ايه كمان، او انفلاماتوري باول ديزيز كرونيك انفلاماتوري كونديشن، او ايه كمان، او نقول الفاميليال ميديترينيان فيفر، كل العيانين اللي عندهم كرونيك انفلاماتوري كونديشن بيبقى كومبليكيتد باي نيفروتيك سيندروم. اشمعنى نيفروتيك سيندروم؟ ديو تو امايلويدوزس سكندري، بنقول عليها سكندري امايلويدوزس، ده بيحصل ديبوزيشن الاميلويد ماتيريال سبيشيالي في الكيدني، فيقل الابزوربشن اوف البومين، فيحصل لنا الايه النيفروتيك سيندروم. دي ده سؤال بيتسال، ليه عيان الكرونيك سابيرتيف لانج ديزيز بيدخل في الايه في اللور لمب ايديما بسبب البلمونري هايبرتنشن، كور بلمونري سايت فيلير، هايبوبروتينيميا بسبب البرودكتيف كرونيك برودكتيف كف، ان بيقل الانكوتيك بريشر لان السبيوتم عباره عن بروتين، ان نيفروتيك سيندروم بسبب الاميلويدوزس كيدني از ا كومبليكيشن اوف كرونيك سابيوراتيف لانج كرونيك انفلاماتوري كونديشن كرونيك انفلاماتوري كونديشن. طيب الانفستيجيشن، قلنا الانفستيجيشن بتاعتنا في كل الميديسن بيزك تو دايجنوز تو ديتكت كومبليكيشن. طيب خد بالك ده سيستميك كومبليكيشن، systemic complication دي اللي هو لمب ايديم، بعد ممكن يحصل لك respiratory failure سواء كان type 1 بيبقى في الاول، وبعد كده بقى ايه type 2 respiratory. type 1 اللي هو هايبوكسيا بس، type 2 اللي هو هايبوكسيا and hypercapnia بيعلى ال PCO2، ده من الايه local complication. طيب ايه تاني كcomplication؟ كل ده هنقوله تاني في lung abscess. ايه تاني كcomplication ممكن تحصل؟ ان الباس اللي موجود في البرونكايتيك تشينجز دي ممكن يفتح في البلورا يدينا الامبايما، يدينا الايه امبايما اللي هو الباس اللي موجود او الانفكتد سيكريشنز اللي موجوده في البرونكايكسز او البرونكايتيك تشينجز
رابشر في البلورا يدينا الايه؟ الامبايين. طيب بيزك قلنا السي بي سي والانفلاماتوري ماركر اي اس ار والسي ار بي. انفلاماتوري ماركر هتلاقيها عاليه ده انفكشن وكرونيك. السي بي سي بقى ممكن تلاقي بس الوايت بلاد سيل عشان الانفكشن او تلاقي العيان انيميك لان ده كرونيك كونديشن فيدينا انيميا اوف كرونيك ديزيز اللي هي النورموسيتيك نورموكروميك ايه؟ انيميا انيميا اوف كرونيك انس نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. طيب البيست دايجنوستيك تيست فور برونكايكسس اند فور انترستيشيال لانج ديزيز اللي هو الهاي ده سؤال ام اس كيو هاي ريزوليوشن سي تي ده ويزاوت كونتراست. طيب ايه الفرق بين السي تي تشست العادي والاتش ار سي تي؟ الهاي ريزوليوشن سي تي بنعمله لما بنحب نبص على السمول اير واي اند ال اللي هو الايه الالفيلو كابيلاري ميمبرين اللي هو اختصارا الانترستيشن لانج ديزيز السمول اير واي اللي بيحصل فيها البرونكايتيك تشينجز والالفيلو كابيلاري ميمبرين اللي بيحصل فيها الانترستيشن لانج ديزيز. لا الانيميا اوف كرونيك النس فيري يعني لما تيجي تتكلم عن الكوزس او الكوزس اوف ايرن ديفيشنسي انيميا الانيميا اوف كرونيك النس ممكن تعمل ايرن ديفيشنسي انيميا بس فيري رير فيري رير. الانيميا اوف كرونيك النس بتعمل بون مارو سبريشن بسبب الريليز اوف انفلاماتوري ميدييتورز فبيقل البرودكشن بتاع الايه بتاع الريد بلاد سيل فدينا نورموسيتيك نورموكروميك انيميا تمام. انما بيبقى الايرن كونتنت نورمال او انكريز فيري رير ان هي تعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا او ايرن ديفيشنسي انيميا. انما الموست كومن كوز او الموست كومن فورم اوف انيميا اوف كرونيك انلس او انيميا اوف كرونيك ديزيز او الانيميا اوف رينال ديزيز النورموسيتيك نورموكروميك انيميا. طيب ليه الاتش ار سي تي ببص بيها على السمول اير واي؟ لان دي بتقطع في اللنج او بتصور اللنج سمول كاتس فيري ثين كاتس اصغر من الكاتس اللي بتتاخد في السي تي تشيست العاديه. ليه سي تي تشيست الهدف منها انها تبص لي على البارينكيما اللنج ريجن التيومرز النمونيا الكافيتيشن تمام. انما الاتش ار سي تي لا بتبص لي على السمول اير واي والالفيلو كابيلر ميمبرين. يعني انا لما نيجي نشرح الانترستيشيال لنج ديزيز او اللنج فايبروزس هقول لك البيست ايمجينج ال HRCT او الهاي ريزوليوشن سي تي. الهاي ريزوليوشن سي تي بتورينا ايه في العينين دول؟ بيبقى عندنا في يعني سبيسيفيك باترن كده اللي هو الترام تراك ابييرنس او الرينج لايك ليجن اللي احنا متعودين عليه باسم الهاني كومينج. بص في الادفانسد كيسز ممكن الهاني كوم او الترام تراك ممكن يبان فين؟ ممكن يبان في الشيست اكس راي بس الشيست اكس راي مش زي الهاي ريزوليوشن. الشيست اكس راي سهل وبيت سايد دلوقتي السي تي تشيست بقت زي الشيست اكس راي. الهاي ريزوليوشن او سي تي تشيست ان جنرال او الايمجينج باي سي تي بقى زي الشيست اكس راي. انت بس تدخل العيان في الجهاز يطلع العيان من الجهاز الصوره تبقى على الكمبيوتر قدامك تطلع الايه؟ تطلع الداتا زيها زي الشيست اكس راي. عشان كده الرول بتاع الاتش ار سي تي او السي تي ان جنرال بدا يعلى على الشيست اكس راي خاصة في عن الاكس راي خاصة في الايه؟ خاصة في الجست تمام. يبقى انا دلوقتي الموست دايجنوستيك او اللي بيقولوا عليها الجولد ستاندرد خلاص انت شكيت في انترستيشال لانج ديزيز او شكيت في سمول اير واي ديزيز او الالفيلو كابيلاري ممبرين خلاص يبقى اتش ار سي تي على تمام. انت شاكك في عيان كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز وجاي لك كان لسه من 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 اسبوع عيان هيفي سموكر progressive loss of weight productive cough hemopsis ده نعمل له اتش ار سي تي ولا نعمل سي تي؟ ده نعمل سي تي جست. ليه؟ لان انا عايز ابص على البارينكيما لانج ريجن
مش عايز ابص على سمول ايروي والاجبرا كمان، انما العيان اللي مثلا عنده اوكيوبيشنال لانج ديزيز او يعني اكسبوجر لاسبستوس او اكسبوجر، او انا يعني ايه بفكر في الايه، او سمعت صدر العيان لقيت عند العيان اللي هي الكونسونيتنج كريبيتيشن اللي هي الفاين بيزل كريبيتيشن اللي بتبقى مع الايه مع اللانج فايبروز، يبقى ده على طول اقول للعيان هاي ريزوليوشن سي تي تشيست، هاي ريزوليوشن ايه سي تي تشيست. وده اللي بيتعمل في عيانين لو انت سسبكت لانج ليجن في عينين الكوفيد، لان الكوفيد بياخد الالفيلو كابيلاري، الفيلو كابيلاري ممبرين، فحتى الكومبليكيشن بوست كوفيد تبقى انترستيشال كومنلي في انترستيشال لانج. طيب الكومبليكيشن تعمل لي البالمونري فانكشن تيست عشان الريسبيرتوري فيلير هايبوكسيك او هايبوكسيا نايتر كابل، تمام. طيب تعمل لي الكيدني فانكشن تيست واليورين اناليسيس عشان خاطر الايه النيفروتيك كومبليكيشن على الكيدني بالنيفروتيك ايه النيفروتيك سيندروم. ممكن نعمل الايه السيرم البومين كجزء من الاسسمنت بتاع الكومبليكيشن على الايه عن نيفروتيك سيندروم. طيب يجي لنا سؤال ام سي كيو، اصل ده ستاتيك، ستاتيك فلويد اكيد هيبقى انفيتد باي بكتيريا. الموست كومن اورجانيزم السودومونس، الموست كومن اورجانيزم السودومونس. عشان كده من الانفستيجيشن نعملها بنعمل سبيوتم اناليسيس او سبيوتم كلتشر، يجيب لك يقول لك الموست كومن اورجانيزم ايه السودومونس. الله، الموست كومن اورجانيزم السودومونس، يبقى انت لما تيجي تكتب الانتيبيوتيك تكتب الايه الانتيبيوتيك ويز سودومونال اكتيفيتي اللي هي الايه الجرام نيجاتيف ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين والايه والتازوسين او التازوباكتام، تمام، او الميروبينام. الميروبينام ليه انتي سودومونال ايه اكتيفيتي. طيب يبقى انت بتتكلم على اكسسربيشن كرونيك ديزيز وذ ريكيرنت انفكشن، يعني ممكن نقول عليها ريكيرنت اكسسربيشن، ريكيرنت ايه اكسسربيشن. فانت بتدي وقت الاكسسربيشن ندي الايه انتيبيوتيك انتي سودومونال اللي بنقول التريتمنت وقت الاكسسربيشن. في الاكيوت اكسسربيشن لازم ندي انتي بيروت سبيكتروم انتي بيروتيك سبيشالي الانتي سودومونال زي الثيرد جينيريشن كيفالوسبورين ليها انتي سودومونال اكتيفيتي، تمام، والميروبينم والايه والتازوباكتام او التازوسين. طيب وقت الاكيوت اتاك بيتر بارنترال، طيب ان بتوين اتاك يفضل ندي الانهيلد سبريسيف انتيبيوتيك زي الانهيلد توبراميس. ده ان بتوين اتاك بيقلل الريكارنت اكسسربيشن، بيقلل الريكارنت ايه الريكارنت اكسسربيشن. يبقى في الاكيوت اتاك والان بتوين اتاك نمره 3 جست فيزوثيرابي از فيري امبورتنت. جست فيزوثيرابي بيهلب الدرينج اوف سكريشن اللي احنا بنقول عليها الايه في في برونكوسكوبيك درينج، وفي درينج ديورينج او عن طريق الايه الفيزيوثيرابي. نفس الكلام هنقوله في اللانج ابسس، جاست فيزيوثيرابي از فيري امبورتنت فور درينج اللي هو البوستيرال ايه بوستيرال درينج، ان انت بتعمل بارتيشن للتشست، بنقول نعلم قريب العيان او في الفيزيوثيرابي اللي هو البرانش اوف ميديسن فيزيوثيرابي بيحط بروجرام، تمام، ويعلم الناس ازاي تعمل تشست فيزيوثيرابي تو درين السكريشن and to remove the static ايه the static secretion. طيب اخر حاجه السيرجري،
سيرجري في الامرجنسي زي الهيموبسس، عيان دخل في هيموبسس خلاص، تدخل بتعمل ايه؟ سيرجيكال ريموفال للبرونكياكتيتك اريا، او لو المشاكل كلها جايه من حته معينه اللي هو الايه لوكالايزد برونكياكسس. لوكالايزد ايه؟ لوكالايزد برونكياكس. طيب يبقى وقت الاكيوت اكسيرفيشن بندي انتي بيوتيك، تمام؟ بيتر الانتي سودومون لان الموست كومن اورجانيزم الايه السودومونس. طيب الانتي سودومون الاورجانيزم زي سيرج جنريشن كيف السبورين الميروبينم او الايه او التازوسين. نمره 2 ان بتوين اتاك السبريسد انهيلد سبريسيف انتي زي التوبراميز. كان زمان في ناس بتدي افري 3 دايز او توايس ويكلي اريثروميسين 250 ملي جرام وانس ديلي every other day او every 3 days for 3 months، يعني عشان لو قريتها في مكان ما. دلوقتي الايه الانهيل توبراميسين او الايه الانهيرد سبريسيف انتيبيوتيك، يبقى ديورنج الاكيوت اتاك ان بتوين اتاك تشست فيزيوثيرابي سواء كان في الاكيوت اتاك او ان بتوين اتاك عشان يقلل الستيز اوف سكريشن وبالتالي يقلل الريكارنس اوف انفكشن. نمره 3 السيرجري، السيرجري ايذر ان لوكالايزد كونديشن او في العيانين اللي عندهم ايه اللي عندهم هيموبسس، عندهم ايه ماسيف هيموبسس، يبقى انت لازم طيب لو العيان دخل بقى في الكومبليكيشن زي الاميلودوزس، الاميلودوزس السكندري اميلودوزس تريتمنت اوف ذا كوز، هترجع للايه للكوز تاني، تمام. نمره 2 ريسبيراتوري فيلير زائد تريتمنت اوف ذا كوز، تدي بقى السبلمنتال اوكسجين، تدي العيان سبلمنتال اوكسجين كتريتمنت للايه الكومبليكيشن اللي هي ريسبيراتوري فيلير. يعني العيانين اللي عندهم لو ليمبي ايديما بسبب الاميلودوزس واللوزنج اوف بروتين والالبوم فيلير هتعمل ايه تريتمنت اوف ذا كوز، السكندري اميلودوزس تريتمنت اوف ذا كوز. البرايمري اميلودوزس مختلف، انما السكندري اللي هي الكومبليكيتد او الاميلودوزس as a complication of chronic inflammatory condition يبقى لازم نعالج الايه نعالج السبب. طيب لو العيان داخل في respiratory failure يبقى تدي supplemental oxygen، تدي supplemental ايه supplemental oxygen. طيب يبقى احنا كده خلصنا الايه البرونكياكسس. برونكياكسس لو جت تيجي ايه كجزء من ال as a complication of complication لل chronic obstructive pulmonary disease. طيب لو اتسالت في برونكياكسس هيسالك مثلا في الايه ال causes of برونكياكسس تقسمها لي congenital و acquired، ال pathology او pathophysiology of برونكياكسس obstruction and recurrent infection complication of bronchiectasis differential diagnosis bronchiectasis غير chronic obstructive pulmonary disease. ما تنساش السابيوراتيف لانج ديزيز، لان في ناس بالفعل بتحط برونكياكسس مع الايه بعد السابيوراتيف لانج ديزيز، هي بتجمع ما بين الكرونيك اوبستراكشن ومرحله قبل الانترستيشال لانج ديزيز. يبقى هي عباره عن فيها البيكتشر بتاعت الكرونيك اوبستراكشن بالمونري ديزيز، البيكتشر بتاعت السابيوراتيف لانج ديزيز، البيكتشر بتاعت الايه الانترستيشال لانج ديزيز ليت بيبقى كومبليكيتد باي انترستيشال لانج. عشان كده ما تنساش الهاي ريزوليوشن اتش ار سي تي او الهاي ريزوليوشن سي تي تشست البيست انفستيجيشن للايه للبرونكياكسس، وهنقولها دلوقتي نفس الكلام كانفستيجيشن لما تحب تاسس اللنج في سيستيك فايبروزس، تاسس اللنج في سيستيك فايبروز عن طريق الايه اتش ار سي تي. طيب سيستيك فايبروزس ده بيتجاب سيرته كده في البرونكياكسس، تعرف فيه ايه انهيرتنس اوتوسومال ريسيسيف ده ام اس كيو. طيب السيستيك فايبروزس الموضوع كله بيحصل ستيزس في السكريشن، فيسد سكريشن، السكريشن بيبقى فيسد فيسد سكريشن في اللنج، يدينا البرونكياكتيتك بيكتشر
تمام. في الانتستن abdominal pain and up to obstruction. في البانكرياس picture of exocrine pancreas pancreatitis. يدينا البيكتشر بتاعت المال ابزوربشن مسبب كرونيك ايه؟ كرونيك pancreatitis. تمام. طيب ده كل ده بسبب الستيزس secretions في اللنج في الانتستين في البانكرياس. ده بيحصل بسبب وده ام سي كيو ديفكت في الكلورايد شانل. تمام. ديفكت في الكلورايد شانل ده بيقلل او بيأفكت كلورايد اند ووتر ترانسبورت فبيدي السكريشن ان هي ايه الووتر فيها قليل فبتبقى 6 سكريشن. طيب دايجنوزس من شخص السيستيك فايبروز ازاي بنأسس الصوديوم كلورايد او اسف الصوديوم كلورايد او الكلورايد لوحده في السويت بيبقى increased في السويتنج اكتر من 60 ملي اكوفلنت. المهم ان انت سيبك من الرقم انما انت احنا بنشخص ازاي سيستيك فايبروزس بالكلورايد او الصوديوم كلورايد سويت بيبقى ايه بيبقى increased. ده الدايجنوستيك. تمام. بيبقى معاه lung manifestation, intestinal manifestation, pancreatic chronic pancreatitis او pancreatic insufficiency. تمام. التريتمنت replacement pancreatic تدي pancreatic enzymes. تمام. ال chronic pancreatitis بيبقى فيه deficiency في pancreatic lipase يقلل ال fat digestion and absorption وبالتالي ال fat soluble vitamins بيقلل absorption of fat soluble vitamins فلازم تدي fat soluble supplement. treatment of lung as a case of bronchiectasis زي treatment بتاع bronchiectasis ايه بالظبط. تمام. دلوقتي بدا يدخل فيها الايه الجين ثيرابي طيب cystic fibrosis autosomal recessive MCQ defect في chloride channel MCQ diagnosis بالكلورايد او الصوديوم كلورايد increase في السويت MCQ التريتمنت supportive treatment او symptomatic treatment lung بعالج البرونكياكسس الانتستين بعالج ال بدي الايه البانكرياتيك انزيمز. تمام. فبيحسن الدايجشن والابزوربشن فبتقل الاكسكراين البانكرياتيك كومبليكيشن نورمال ابزوربشن ويقل الايه الفيسيديتي اوف سكريشن في الانتستين لان انت لما بيقل البانكرياتيك سكريشنز سواء كان بانكرياتيك لايبيز او بانكرياتيك اتش سي او 3 ده بيخلي الايه البيكتشر اوف مال ابزوربشن في الانتستين سبيشالي في الايه في السمول انتستين. طيب والتريتمنت بتاع اللنج زي التريتمنت بتاع برونكيت عشان كده سيستيك فايبروزس بيتقال في الايه في الهيريديتري او الكونجنتال ايه كونجنتال برونكيكس. تمام. طيب خليكم معايا ثانيه كده. طيب تعالوا نحل الاسئله دي في التشست دي تقريبا جايبه الايه حاجات في الايه في الاوبستراكتيف لانج ديزيز عشان المره الجايه باذن الله هنقول الانترستيشيال لانج. احنا كده تقريبا يعني معين السي او بي دي واللانج والبرونكيال ازمة تحسهم حجمهم صغير في الكتاب بس هم تقريبا كل الحاجات المهمه بالنسبه لنا حتى المالجنسي مطلوب مننا في الكلمتين يعني ايه هنتكلم في الباثولوجي ونتكلم في التايبس و بس هتلاقي مثلا في الامتحان المساله انت شاكك في او جات لك عين كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز وحاس والسكه ماشيه في انه كومبليكيت باي برونكوجينيك كارسينوما هتبقى سبيسيفيك كويستشن حاجات ايه معينه بس او اسئله معينه هي اللي ليها علاقه بالايه بالموضوع. طيب تعالوا كده نقول
تعالوا نتكلم في المسألة دي. عيانة 60 سنة brought to the emergency room after coughing several amounts of tablespoons of bright red blood for the previous 3 to 4 months. يبقى هي بقالها 4 شهور عندها ايه؟ هيموبسس. يبقى العنوان هنا ايه؟ هيموبسس. ليه تترجم الكومبلين تحول الكومبلين بتاعت العيان في الهيستوري اوف بريزنتنج ايلنس لميديكال تيرم؟ لان انت هتقول كافينج اوف بلاد، جميل، بس لما تيجي تتكلم في الهيستوري، هيستوري اوف بريزنتنج كومبلين او هيستوري اوف بريزنتنج ايلنس، تقول ميديكال تيرم، لان الميديكال تيرم بيستدعي الديفرنشال دايجنوزس اللي انت مخزنه في دماغك. الهيموبسز ليها تعريف في الذاكره عندي. اول ما اقول هيموبسز يبقى افكر في حاجتين كبار، اما سيستميك ديزيز كوزنج هيموبسز او لوكال ديزيز كوزنج هيموبسز. سيستميك ديزيز يعني ديفكت في البليتلت او ديفكت في الكواجوليشن فاكتور، او العيان بياخد انتي كواجولانت. جميل. طب لوكال ديزيز يبقى الحاجات اللوكال تشست كوزز اللي تعمل لي هيموبسز. الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اكسسربيشن يعمل لي هيموبسس سيفير كونديشن. التي بي يعمل لي هيموبسس. المالجنسي يعمل لي هيموبسس برونكوجينيك كارسينوما. يعني المالجنسي ان جنرال، خد بالك برايمري او ايه او سكندري. ايه تاني قلنا دلوقتي؟ كرونيك سابيرتيف لانج ديزيز زي برونكايتس يعمل لي ايه؟ يعمل لي هيموبسس. يبقى دي اللوكال كوزز اوف ايه؟ اوف هيموبسس. يبقى انا بتكلم دلوقتي على عيانه 68 سنه جايه بايه؟ ريكارنت اتاكس اوف هيموبسس. طيب نكمل هيستوري. شي هاد ا كرونيك نون برودكتيف كف بات نو فيفر. بات نو فيفر. طيب ريسنتلي شي هاز نوتست بلاد ستريك سبيوت. يعني الموضوع كله بيدور حوالين الايه؟ الهيموبسس. وفي انكريزد فاتيج ديكريزد ابيتايت و10 كيلو جرام ويت لوس في اخر 3 شهور. يبقى احنا زودنا على الهيموبسس كمان المالجننت سيمتومز، لوس اوف ويت ولوس اوف ابيتايت. خد بالك المالجننت سيمتومز دي هي نفس المانيفستيشن بتاعت الايه؟ بتاعت التي بي توكسيميا. تي بي توكسيميا يبقى نايت سويت نايت فيفر لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت. طيب يبقى احنا كده معانا 2 سترونج بوزيتيف، الهيموبسز والمالجننت سيمتومز. شي دينايز تشست بين. ناخد بالنا برضو ان المالجننت سيمتومز دي جزء من الكرونيك توكسيميا، اللوس اوف ويت واللوس اوف ابيتايت. يعني لما نقول اللنج ابسس هقول لك فيه لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت. البرونكو بلورال فيستولا في الامبايما لوس اوف ويت، او الامبايما ويز او ويزاوت برونكو بلورال فيستولا بيبقى فيها لوس اوف ويت اند لوس اوف ابيتايت. البرونكايكسز ليت بيبقى فيه لوس اوف ويت اند لوس اوف ايه؟ لوس اوف ابيتايت. ممكن وممكن لا، ممكن وممكن لا. احنا بنتكلم بس عشان ايه؟ نلم ايه؟ نحاول نوسع مداركنا عشان لو جت مساله، اصل دي مساله انا جايبها من السنين اللي فاتت، تمام؟ فانت لما بنحل المسائل مع بعض الهدف ان انت منتال اكسرسايز قبل ما تحلها في اخر السنه. يعني وانت بتحلها وقت الدراسه غير لما بتحلها قبل الامتحان. قبل الامتحان عشان تدخل تكتب في الامتحان عشان تلم درجات، انما في وقت الدراسه نمره 1 عشان تاكد المعلومه اللي انت قريتها، نمره 2 عشان توسع الاسلوب التفكير، نمره 3 عشان تسهل على نفسك الحل في اخر السنه. يعني المساله دي هنيجي نحلها تاني في اخر السنه، وما اكذبش عليك ممكن تدخل تلاقيها في الامتحان، لان هي اسئله الامتحان تتكرر، سواء كانت المسألة نفسها بتتكرر أو الفكرة نفسها بتتكرر، تمام؟ فإحنا لما بنحلها دلوقتي بحلها بس عشان نفصل المعلومة. هنحلها تاني قبل الامتحان عشان نجاوب السؤال. ليه؟ خد بالك أنا رميت في دماغك وقت الدراسة أو وقت الشرح طول السنة أسلوب التفكير، فلما أجي أكلمك في الامتحان mostly diagnosis كذا due to اللي هو verification of diagnosis اللي إحنا بنفهم فيه دلوقتي، اللي هو الهيموبسز ومعاها loss of weight. ممكن نفكر في الجنرال كوز او اللوكال كوز. طيب زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، طب ما هو ما فيش دلوقتي فيفر ونايت سويت اكسكلود التي بي. ممكن اكسكلود التي بي، بس انا لما اجي اتكلم عن ديفرنشال دايجنوزس ما اشيلش التي بي، احطه مثلا نمره 2 او نمره 3، تمام؟ لان ما تضمنش البرزنتيشن بتاع الديزيزز مختلف. مش لازم زي يجي الكتاب بالظبط. ايوه الامتحان بيجي زي الكتاب، بس ما تضمنش يجيب لك مساله مختلفه، تمام؟
فاحنا ايه، تعالوا نلم داتا، نلم داتا ونحاول نرتب الداتا في الاخر دي وفي اخر المساله يعني، ونقول دي ماشيه مع دايجنوزس كذا وماشيه مع ايه، مع او اجينست كذا، او تمشي مع ديفرنشال. انا هقول لك في الامتحان، في الامتحان مثلا انت دلوقتي قدامك مساله انت مش عارف تفرق ما بين اثنين ديفرنشال دايجنوز، وهو كاتب لك واتس يور دايجنوزس واتس يور ديفرنشال دايجنوز، تمام؟ انت هتسيب اخر سؤال تجاوبه في الامتحان الدايجنوز وتكتب الديفرنشال دايجنوز، بس اوعى تسيب المساله كلها، تكتب الديفرنشال دايجنوز، تكتب الانفستيجيشن بتاعتك على الديفرنشال دايجنوز، وتكتب التريتمنت بتاعك على الديفرنشال دايجنوز. يبقى انت وقع منك سؤال ايه؟ سؤال الدايجنوزس بس، والسبيسيفيك تريتمنت بتاع الدايجنوزس ده. انما اوعى تسيب المساله كامله الفاضيه في الامتحان ان انت ما عرفتش السبيسيفيك ايه؟ سبيسيفيك دايجنوز. وده اللي يعني مسائل مثلا الماجستير والدكتور، قول مسائل الاندر جراديوت مسائلكم بتيجي بسيطه وسهله، ومن كتر حل الامتحانات من غير حتى المذاكره هتلاقي نفسك يعني، انت لو جبت مذكره اطباء اخر سنه ولا اخر سنتين وحليتها مرتين هتدخل تجاوب 80% في الامتحان الكيسز او حتى الام سي كيو، جميل؟ مع قراءات بسيطه او سماع او اي حاجه. انما مثلا في امتحانات الماجستير والدكتوراه لا، في مسائل بتخليك تلف حوالين نفسك، فانت هتسيب المساله فاضيه؟ استحاله تسيب المساله فاضيه. يعني بدل ما تاخد 0 من 50 تاخد 30 من 50 مثلا، تمام؟ ده صعب يحصل معاكم في الاندر جراديويت، انما ده بيحصل كتير قوي في الايه، في البوست جراديويت. وتبقى مثلا يعني في الدكتوراه المساله الكومنتري او مساله الكيس هي مساله واحده بس، لو راحت منك راح الامتحان. فانت ففي اسلوب كده في حل الكيسز ان انت لو ما جبتهاش كلها ما تخسرهاش كلها. طيب احنا وقفنا دلوقتي، يبقى طلعنا بايه؟ طلعنا بالهيموبسيس والمالجننت ايه؟ المالجننت سيمبتومز. هو بيقول ما فيش شست بين، ما فيش فيفر، ما فيش شيلز، ما فيش نايت سويت زي ما الدكتور ابراهيم قال يخليني اراجع نفسي في التي بي، بس doesn't exclude. يعني لو انا احط مثلا لونج ابسس ماشي، بس برضه الفيفر، احط برونكايتس ماشي بس الفيفر برضه، احط برونكوجينيك كارسينوما ممكن احطها في الاول، بعد كده احط التي بي، احط الانفكشوس في الايه؟ في الاخر. جميل؟ طيب ذا بيشنت هاد سموكد وان باك اوف سيجاريت بير داي، يبقى هو هيفي سموكر، شي هاز نو هيستوري اوف اوكيوبيشنال اكسبوجر. طيب ان اكزامينشن بلاد بريشر يعني مايلد هايبرتنسيف 150 90، هارت ريت 88، ريسبيراتوري ريت 16، تمبريتشر 37. يعني العيان هيموبسيس مالجنت سيمبتومز ويزاوت نايت سويت اند نايت فيفر وهايبرتنسيف. طيب جست اكزامينشن سكاتر درونكاي بايلاترال، دي ماشيه مع الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز سموكر، ما تدينيش اي معلومه. ابدومينال اند نيورولوجيكال اكزامينشن ار نورمال، اكزامينشن اوف هير اكستريميتيز ريفيلز فينجر كلابينج بات نو ساينوزس. طيب كل اللي احنا قلناه ده ديفرنشال دايجنوزس يمشي مع الكونديشن، حلو. طيب تعال نقول على التجميع الداتا دي كلها بالبوزيتيف اللي احنا طلعناه والنيجاتيف اللي هو قاله، اللي هو نو شست بين، نو فيفر، نو شيلز، نو نايت سويت، ايه الموست بروبابل دايجنوزس؟ احنا هنحل المساله دي كفايه، والمره الجايه نحل اي حاجه واحده ثانيه. ايه الموست بروبابل دايجنوزس في المساله دي؟ يلا خلينا نمرة واحد، انت قلت لي لانج كانسر سي او بي دي وسفيستولا، بس هو السي او بي دي في ما تقصد اكسسربيشن، تمام؟ بس السي او بي دي اكسسربيشن بيبقى ده ديو تو انفكشن موستلي، فتلاقي العيان معاه فيفر تمام ومعاه شست بين. اللانج كانسر اقرب. لو قال لك الديفرنشال دايجنوز ايه؟ هنقول الحاجات اللي احنا قلناها، ديفرنشال دايجنوز للهيموبسيس، ديفرنشال دايجنوزس للماليجنانت سيمتومز. فقال لك الموست بروبابل دايجنوزس، هعمل بقى فاين ادجستمنت زي ما الدكتور ابراهيم قال في الاول. طب ده ما فيش نايت سويت ولا فيفر، يبقى انا بعمل فاين ادجستمنت على الداتا اللي معايا، هاكسكلود النايت سويت واكسكلود الفيفر، يبقى انا هاكسكلود الانفكشوس، تمام؟
والفينجر كلابينج ممكن يجي مع الكرونيك انفكشن، يجي مع الكرونيك برونكايتس، يجي مع الكرونيك لونج ابسس، كرونيك امبانينال، يجي معاهم، يجي مع السي او بي دي لو حصل ريسبيرتوري فيلير يجي معاهم. تمام، بس انا حملت اكسكلوجن الحاجات الانفكشوس عشان ما عنديش فيفر وما عنديش الايه النايت سويت عشان التي بي، يبقى موستلي عايز يقول لك ساينوزس ما عندوش نو ساينوزس يعني ما فيش ريسبيرتوري فيلير. ساينوز بيحصل في السيفير هايبوكسيا او الهايبوكسيك هايبوكابنيك هايبركابنيك في كلابينج المالجنسي مع كلابينج والكرونيك انفكشوس ديزيز مع كلابينج. تمام، معظم الكرونيك كونديشن مع ايه مع كلابينج، سواء كان الهايبوكسيك كلابينج من يعني الهايبوكسيك كلابينج اللي هو البلو كلابينج والبيل كلابينج. البلو كلابينج مع الهايبوكسيا، البيل كلابينج بيبقى مع التوكسيميا او الكرونيك انفلاماتوري كونديشن. احنا عندنا اللونج ابسس ده يعتبر اسف الكرونيك اللي هو التوكسيك كلابينج، التوكسيك كلاب. البرونك البرونكوجينيك كارسينوما او اللونج كانسر او اللونج كانسر ان جنرال او الكولونيك كانسر او اي كانسر يعني بيبقى معاه كلابينج بسبب الانفلاماتوري ميدييتورز. طب بالعكس انت تفكر هنا في الايه في البرونك، ايه اللي ممكن يسبورت البرونكوجينيك كارسينوما بس ممكن نحطها تحت عنوان الويك بوزيتيف اللي احنا قلناه، يعني السترونج بوزيتيف ان هي سموكر عندها الهيموبسيس، ده لا الهيموبسيس ده ويك بوزيتيف سموكر، عندها المالجنت سيمتومز والكلابينج بيسبورت الايه المالجنسي. انا هحط الويك بوزيتيف الهيموبسيس ويك بوزيتيف بس هو موجود يبقى يسبورت الدايجنوستس. الحاجه الثانيه الهايبرتنسيف، هي ليه هايبرتنسيف؟ خد بالك ان من المالجنت سمت الباراماليجنت مانيفيستاشن البرونكوجينيك كارسينوما من الكومن تيومرز ليها باراماليجنت سيمتومز. البرونكوجينيك كارسينوما والهيباتوما للاتش سي سي في الليفر التو مالجنسي اللي ليها ايه التو كومن مالجنسيز اللي ليهم ايه بارا مالجننت افكت، يجي بعدهم الرينال سيل كارسينوما، بس دول نمره واحد واثنين البرونكوجينيك والايه والاتش سي سي. فمن البارا مالجننت سيمتومز السكريشن اوف اي سي تي اتش. ايوه هناخدها بالتفاصيل بقى في السمول سيل واللارج سيل، هناخدهم بالتفصيل في لانج كانسر. ليها paramalignant effect الـ ACTH release. الـ ACTH ممكن يعمل لك ايه؟ hypertension زي عينين الـ ايه؟ Cushing. تمام؟ فالـ hypertension ما ناخدهاش كده، لا ما نعديهاش، نحطها جنب الـ ايه؟ الـ weak positive. الـ weak positive بتسند معايا الـ diagnosis، بتسبورت الـ diagnosis. ايه تاني يسند معايا الـ diagnosis؟ اللي هو الـ diagnosis بتاع الـ malignancy ان ما عندهاش fever وما عندهاش ايه؟ وما عندهاش night sweat، فده يخليني استبعد الانفلاماتوري كونديشن. جميل، المره الجايه ان شاء الله هناخد الانترستيشيال لانج ديزيز ونحل مساله من الايه من المسائل دي. احنا بنحلها بطريقه الايه البرود سبيكتروم اللي هو الديفرنشال دايجنوز، يعني خلينا برود مايند. جميل، عشان نيجي في الامتحان تقول لي الموست بروبل دايجنوز تبقى انت ايه الافكار اتقالت قبل كده، أو لما نيجي نذاكرها قبل الامتحان خلال الامتحان الأفكار اتقالت إيه؟ اتقالت. جميل؟ يلا معادنا الحد نكمل الكارد إن شاء الله.